كنشكروا قناه الاستاري وكنشكروا المسؤولين ديالها والناس اللي جاوا عندنا والحمد لله على هادشي. هذا السيدة سيدي مور الحجر الصحي خدامه معنا، وهاد الايامات هذه خدمت الجمعه السبت ما خدمتش، خدمت الجمعه السبت ما خدمت شاي، الحد خدمت مشات في العشيه صافي الاثنين الثلاث الاربع الخميس ما بقاش كتبان لنا. باش غنسولوا عليها ما قلنا ما نسولوا، التليفون طافي الواتساب طافي كلشي طافي. تفكرت انا بان السمسار عندي النمره ديالو، عيط للسمسار قلت له ديك السيده اش غتخدم ولا ندبروا على راسنا في شي وحده تخدم معنا كاكا وديرها ضربها شي حد ما دار. طلعت عندها شفت لقيت داك الشيء صراحه ما كاين ما تشوفه صافي. انا بعد راه هشرتني ديك السيده ولا اله الا الله خويا واش اللي كنطلب. الناس كلشي كيشكرها هنايا كلشي باغيها لا في الشارع ولا في الخدمه ولا في كلشي. والله يجيب لها ربي الشفاء ويعطيها النظر ديال عيناتها. واش اللي كنقولوا شكرا للقناه. اخويا هاد السيده هادي كنعرفو عليها مزيان، كون كانت غير عيانه ما غاديش يخدم مرشدة. لا كلشي كيشكرها شي كلشي كيقول لك الله يعمرها ويسمعها، واخا كتمنى لك غير النهار ديال الركو ديالها تيبقاو يسولوني فين مشات فين مشات فين مشات شي نهار. حتى النهار الخميس عاد تسكن لها الاخبار هذا نهار الخميس. انا ما مشيتش، منين شفت الفيديو تأزمت والله. انا منين شفت الفيديو صافي حتى الخدمه دهشرت علينا، ما قدينا لا نخدموا لا والو. واخا شفنا الفيديو ما شقناش حتى صيفطت الباترون مشى. منين شي عاد قال لي راه داك الشيء بريء بالنيه غنطلبوا لها الشفاء وحطوا لها مرتو بعينيها ان شاء الله. وهادشي ماما الناحيه ديال سعيده بقات فينا بزاف هادشي اللي وقع لها، وما كناش باغيين لها هادشي هذا كاع. وكنطلبوا الله يشافيها ويشوف حالتها وهادشي اللي كاين، كنطلبوا بالمسؤولين يشوفوا يعاونوها ويشوفوا من حالتها وصافي. كما كانت غتكون كما كانت قوليه راه وليه ماشي راك عارف كل شي واحد راجل ولا هادي ما عندناش المشكل فيه، راك عارف راجل غادي يقوم براسو. هاني وليه ويتيمه وهادشي اللي غنطلبوا الله، تنطلبوا الله الشفاء وتشوفوا من حالتها. هاد البنت المسكينه سوا تنعرفوها مزيان، حنا الكليان ديالنا هنا في القهوه هاد الرومبان، ومي شفنا هاد الخبر مسكينه بهاد العينين ديالها وكذا استفنا منها بزاف بزاف كاع. دري ويشا تنعرفوها خدامه في القهوه تمشي تجي في الطوبيس، هادشي اللي عارفين عليها حنا زعما ما عمرنا شفنا عليها شي حاجه. وكان شي واحد معاها وكذا كره تمشي هي وهي وتجي هي وهي، تنشوف تنعرفوها الا هي بوحدها. الله يشافيها مسكينه ويشافيها ويشوف الناس المسؤولين يوقفوا معاها ويشوفوا حالها وحال عائلتها وحبابها. هادشي تنطلبوا خويا تلقينا الخبر ديال المسمى البنت اللي كتخدم عندنا هنا في المهايا سعاد، لانها انسانه ظريفه ومزيانه كنعرفوها لمده طويله. كتجي الصباح كتمارس العمل ديالها، في العشيه كتمشي للخدمه ديالها كتمشي للدار ديالها عادي. اللي كنعرفوا عليها كتخدم على عائلتها مكناس، ديما تيركبها السيد مول القهوه كلشي هي كيركبها، كتمشي اما في الطاكسي اما في الطوبيس. هادشي اللي كنعرفوها. المعامله ديالها جيده، كتعامل مع الناس مزيان مده طويله وحنا كنعرفوها. راه دابا انا كنعرفها مده 7 سنين وانا كنريح في هاد القهوه هادي، كنعرفها انسانه ظريفه الله يعمرها سلعه. ومني تلقينا هاد الخبر هادي المسكينه قال لك شي واحد تعرض لها وبقى صافي عينيها وهذا، جاتنا تفاجئنا بصراحه تفاجئنا. انسانه زعما ظريفه الله يعمرها سلعه. ونطلبوا الله يشافيها ويعافيها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.